كده تمام. بس يلا بقى خلاص كده خلصنا، ندخل بقى قبل ما حد يشوفنا كده بنعمل ايه. انا مش مصدق قوي يا باربي تخلينا ندفن جثة. احنا لازم نبيع البيت ده ونبيعه ونخلص منه باللي فيه. انت بتقول ايه؟ انت عاوز تكشفنا وتودينا في داهية؟ ما كده ليه يشتروا من البيت هيعمل ايه؟ يحرقوا وبعد كده يكتشفوا ويتهمونا احنا بالجريمة، احنا معندناش حاجة اصلا. يلا خلاص انسى الموضوع. كريسي مراحه فين؟ كريسي ايه ده انتوا متخبيين ليه؟ احنا خايفين قوي يا ماما، خايفين جدا. في قتل في بيتنا؟ لا انا خايفين مش عارفين ننام خالص. تعالي نامي معانا. يا ماما انا خايفه خايفه قوي، طلعت لنا عفريت الماده. يا ماما انسوا الموضوع يا حبايبي، انسوا خالص، ما تكلموش ولا تجيبوا سيره في الموضوع ده خالص. ده ليه يا ماما؟ لا غلط، انسى الموضوع، شيله من راسك ولا تقول لحد عليه خالص، وما فيش اي حاجه، بس احنا خايفين. يلا خلاص ناموا وانسى الموضوع. لا انا خايفين قوي مش عاوزين ننام لوحدي. لا تعال نام هنا يا ماما. لا مش عاوزه انام. لا انا جنبكم في الغرفه اللي جنبكم يا حبايبي. يلا بقى ناموا متخافوش، يلا شاطرين، انسى الموضوع خلاص، احنا خلصنا من الموضوع ده انتهى خالص. يلا خلينا ننام بقى عشان تفرقوا النور. شاطرين حبايبي، ما فيش اي حاجه تخافوا منها، انا جنبكم. لا يا ماما افتحي النور. طيب يلا بقى ناموا، تصبحوا على خير. انا خايفه اكتر منكم، بس نعمل ايه؟ طيب خلينا نحاول نبيع البيت يا باربي ونخلص الموضوع ده. يكين كده بتورطنا اكتر، اي حد هيشوف الجثه اللي هنا هيتهمنا فيها. طيب هنعمل ايه يا باربي؟ كيف نعيش في بيت فيه قتيل؟ انا خايف قوي يعني، بصراحه مبقتش مرتاح بعد ما كنت فرحان بالقصر، خلاص مش عارف اعمل ايه. خلاص يا كين ما تخوفنيش اكتر، خلينا اجيب لولو بقى وخلينا ننام شويه، ما ترعبنيش. يلا بقى تصبح على خير. مش برعبك بس هي دي الحقيقه يا باربي. تصبح على خير وبعدين نشوف يا كين. مش عارفه ليه كده انا خايفه. يا باربي في قتيلي يا باربي. انا مصدقت، انا متاكده شفته هنا، والله شفته هنا، كان قدامي دلوقتي. انا مش هنام خالص. انت بترعبيني ولا انا هنام اصلا؟ مش عارف اعمل ايه دلوقتي، هنعمل ايه في البيت ده؟ خليني صاحيه احسن، انا خايفه قوي، انا شفته قدامي. نام هنا يا حبيبتي. يلا حبيبي كل البيت دي افطروا، واحد ما نامش كويس. خايفين قوي يا ماما. مالك الجن كمان؟ اشرب القهوه. مالك كاد يا باربي؟ انا مرهق قوي وما نمتش، مش عارفه انام في البيت ده، مش عارفين نعمل ايه. ايه ده في عاصفه؟ عاصفه شديده كمان. شوف ايه ده، ده فيضان في كل حته، ده المدينه كلها غرقت. بس كويس ان احنا القصر بتاعنا عالي عشان كده مش هغرق. ده كل المناطق غرقت في المدينة. بقول لك يا كين خلينا نقفل الشباك. بقول لكم يا ولاد الجو برد قوي، قفلوا كل حاجة ماشي، وخليكم ما تتحركوش مكانكم عشان في عاصفة برا. كله اي ماما النور قطع، انا خايف قوي يا ماما. بابا انا النور يجي، انا خايف قوي، ما بحبش النور ضلمة. يا بابا خلى النور يجي بسرعة. وبعدين بقى ناقصة كمان النور قطع، هنعمل ايه يا كين؟ ده لو جه ونور قطع هنموت من الرعب، لازم تتصرف. حاضر يا بارب، استني بس خليني اشرب القهوة واقوم اشوف العطل ده جاي منين واشوف يعني. حبيبتي ما تعيطيش خلاص، ما تخافيش، تعالي حتى انت خايفة. خلاص يا كين قوم اتصرف، شوف موضوع الكهرباء ده عشان لو جه الليل وهو قطع هتبقى مشكلة كبيرة والبنات هيخافوا اكتر. طيب ثواني بس وانا هشوف الموضوع يا باربي. شوف في هنا الكهرباء. ماما خايفين قوي، تعالي جنبنا.
طب يا حبيبي ما تخافوش، خلاص الكهرباء هتصلح وتبقى كويسه. انا خايفه او كنا خلينا البيت نتغير احسن، والقصر حلو بس بقى مرعب يا ماما، مرعب قوي. طيب يا حبيبي يا ماما خلي الكهرباء تيجي. طب يا حبيبي اصبروا بقى انا تعبت قوي، اسكتوا. يا كين عملت ايه؟ صلحتش للأسف يا الكهرباء؟ باربي، لازم يجي حد يصلح الكهربا. خليني هتصل عليهم عشان ما فيش هنا في البيت خالص أي مشكلة. شكل مشكلة من بره في القطع الرئيسي بتاع الكهربا. ثواني بس اتصل عليهم. ألو، أيوة فندم، لو سمحت ممكن تجونا القصر الوردي عشان الكهربا قطعت. طيب ماشي. فين بالظبط؟ ارجوك تصلح لنا الكهرباء قبل ما يجي الليل. حاضر يا فندم، هروح القطع الرئيسي واحاول اصلح كل حاجه، ما تقلقش. ان شاء الله يصلح الكهرباء بسرعه عشان البنات خايفين قوي، احنا كده في مشكله. هو راح فين يا كين؟ بيصلح القاطع في الجنينه. جنينه؟ انت مجنون؟ ازاي بس يا كين؟ ازاي تخليه يروح هناك؟ ده ممكن يكتشف الموضوع. خلينا نروح بسرعة، خليه يتصرف وشوف اي مكان يا تاني. انت كده بتخليه يشك فينا. ازاي بس؟ خليه يصلح. ايه ده في جثة جرفتها الامطار، هعمل ايه دلوقتي؟ انا لازم اتصل بالبوليس. ايه ده، انا مش مصدق. لا لا لا، ده شكله مجرمين وبيدفنوا الضحية هنا، انا لازم ابلغ عنهم فورا. لا وقف عندك، ما تحفرش هنا، اطلع بره الجنينة بسرعة، اطلع. يبقى انت اللي قتلت القتيل ده، وهبلغ عنك فورا. هم البوليس جاي حالا، وعرفت انت اللي بتدفني الضحايا هنا، وهتكون نهايتك سودة يا باربي يا مشهورة، انت ممثلة وتقتلي الناس. يا فندم باربي مظلومة، انا احكي لك كل حاجة. لا لا يا حضرة الضابط، ده هي اللي عرضتني في الجنينة وكانت عارفة كل حاجة، ان في قتيل مدفون هنا وتقولي ما تحفرش. اقبض عليها فورا. حاضر، انا مش مصدق يا باربي انك بتعملي حاجه زي كده. يلا قدامي على السجن، يلا في الاخر تقتلي. ما تخافوش يا حبايبي، ماما انا هترجع. فين ماما يا بابا؟ ماما فين؟ ما تسيبناش لوحدنا، خدنا معاك اي مكان، احنا خايفين قوي. ما تخافوش يا حبايبي، لازم نشوف محامي شاطر لماما. ما تخافوش، هاخدكم معايا، مش هسيبكم ابدا. حتى انت يا لولو، ما ينفعش كده، لازم ادور على محامي. انا كنت سامع في محامي شاطر، لازم نروح له، هاخدكم معايا ما تخافوش. ما سيبناش في البيت ده لوحدنا يا بابا، ولازم تطلع ماما، انا ما نعرفش نعيش من غيرها. طب يا حبايبي يلا بقى تعالوا عشان نتصرف، وهنعمل ايه بكره؟ ادخلي يا باربي، اخرتها تقتلي، كل عارف انك طيبه والناس كلها تحبك، وفي الاخر تقتلي، ده انت هتبقى فضيحتك كبيره قوي. انا مظلومه، مظلومه، انا مش مصدقه. انا اتهم باي حاجه ما عملتهاش، وكمان حاجه زي الزفت. يا ترى كان يقدر ينقذني ولا لا؟ ولا هتثبت علي التهمه وافضل محبوسه طول حياتي وتكون دي نهايتي؟ انا ما عملتش حاجه. هو ده اللي حصل، ارجوك تشوف لنا حل. باربي واطفالها، انا ما اقدرش اعيش يعني بدونها، يعني ارجوك تساعدني. ايه ده يا استاذ كي، الموضوع سهل جدا، ده انت جيت عند المحامي المناسب، وما تخافش الموضوع اتحل اصلا وكل حاجه. ثواني بس، انا طبعا كنت محامي صاحب القصر زمان اللي انتوا اشتريتوه اصلا. واقول لك الحاجه، هتخلي مدام باربي تطلع في دقيقه دلوقتي. صاحب القصر بقى كان عامل وصيه لولاده انهم يحنطوه ويحطوه في القصر من تحت، عشان تبقى راح روحه تكون عايشه في القصر اللي بيحبه. ايه بجد يا استاذ؟ ايوه طبعا، والوصيكه دي والوصيه دي هتنقذ باربي، يعني صاحب البيت هو اللي كان دافن نفسه وحاطط نفسه في التابوت، وصيه ولاده، عشان هو بيحب القصر عاوز روحه تكون موجوده فيه على طول. ايه يعني احنا اللي دفناه ده هو صاحب القصر؟ انا مش مصدق يعني. ايوه يا استاذ كين، وعشان كده هنروح دلوقتي الشرطه ونوديهم ونوري الوصيه دي ليهم، وهتطلع مدام باربي. مبروك يا باربي، بجد انا مش مصدق انك طلعتي، انا معرفش انت منعيش من غيرك ازاي. الحمد لله يا كين، انا كنت فاكره طول نفسي هعيش في السجن على طول،
بس المشكلة زي ما هي اكيد هنعمل ايه برضو في القصر. كويس انك جيتي يا ماما، مش مهم، اهم حاجة انك رجعتي.